صباح الخير، صباح الخير. انت بعد كيف الحال؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله انكم بخير. كيف رمضان معكم؟ كيف العشر الاواخر؟ كيف كل شيء معكم؟ كيف الاجازه معكم؟ شلون عنكم؟ ان شاء الله انكم بخير، بصحه وبسلام. اوه جايز، بنطلع نفطر برا وانا توني قايمه، واتوقع ان قرصتني ناموسه هنا. تخيل قرصتني هنا، قرصتني هنا. يعني wrong timing حرفيا، ما قدرت انام. نومتي اليوم كانت مره خايسه، ما حبيت. اصلا واضح من وجهي مفقع، عرفت؟ كل شوي كذا اقوم وفي كل شيء يحكني ومو مرتاحه. مره ما حبيت انام. متحمسه الصراحه ارجع انام اليوم. whatever، احس من زمان ما صورت لكم لان ما عاد صار عندي محتوى في رمضان. يعني محتوى في رمضان بس اني انام، استغفر الله. يا طرق نايمه، مو طبيعي نومي مو طبيعي. whatever، وجهي مفقع الحين فبنعدله شوي عشان نطلع. نعم، مو بس وجهي مفقع من نام، بس فجأة بشرتي ما ادري ايش فيها، بقت من هنا. يعني امس وقبله كنا حلوين، كان الوضع تمام، بس والله يمكن عشان النوم الخايس، ما ادري دور اي عادة راح احطها في بشرتي. بس ما علينا، ايش جدول اليوم؟ ايش بسوي اليوم؟ يوم 23 رمضان، فيا باقي شوي على العيد. الصدق انترستينج. اليوم بروح افطر او شي برا مع اخواني والاهل، بعدين يمكن اروح النادي. لا، ودي اروح شي التراويح، بعدين اروح النادي. اتوقع ما في وقت اني اسوي شي الصدق. ايه، فيمكن بس ما اسوي شي اليوم حرفيا، فاسبند ذا laziest day معايا صدق. اشلش. لا، هذا هو من لوريال، طلع مور فاتح بس ارون كير. المفروض احط اخف من كذا، بس لعلي تحمست. لا والله وجهي مرة بق، مدري ايش السالفة. اضاءة خايسة لاني فاتحة الشباك واضاءة هنا 0%. ريتر، تخيلوا جايز، في يوتيوبر مرة كنت كويتة الصراحة، جوجو عبد اللطيف توقع، صح؟ ما كنت اعرفها صدق، لما احد قال لي بالكومنتات انه اوه انت تقلدينها ولا لي، ما قلت احد يعني حرفيا. فبعدين رحت بحثت عنها اشوفها، وصراحة طلعت مرة حليلة، مرة كيوت، مرة احبها، مرة حبيتها. توني قريب اعرفها، دي كم اسبوع. المهم فضفتها عشان لا يضيع حسابها من عندي تيك توك. She followed me back، ضافتني، بس مرة كيوت، كفر خلاص بنصير بستيز. فا يا يشكي، احس وجهي مرة فاتح، بيصير هذا الكونسيلر فاتح. جايز نسيت اقول لكم، استغفر الله ما ادري ليش توني اتذكر، غيرت ترتيب غرفتي. لاحظت تسريحتي صارت هنا، غرفتي صارت وراي، سريري صار هنا، كنبتي صارت. هذا ترتيب غرفتي الاساسي، وصار ما عندي ثلاجة. هو عندي ثلاجة هنا بس صرت ما عاد ابيها الصراحة، ما عاد استخدمتها، فحسيت انه ما عاد لها داعي. بودي بشوي اوريكم. المهم جايز، احس ما في وقت، فبجهز بسرعة. الساعة 5:30 ويأذن الساعة 6:15، معرفش اقولكم باي. فبجهز بسرعة، لازم نخفي الاثار. عندي الحبوب عادي بس الاثار لا، العكس ما ادري، بس يا اخلص بسرعة واخذكم معي زي دايم. So ready to go. تخيل شريت ذا توب وطلع مرة كبير علي، واحس زعلت. يعني انا رايحة اشتري لان ما عندي كذا توب تحت العباية، عرفته؟ ليش الاضاءة كذا؟ ليش؟ المهم، لكن طلع تخيلوا كبير، فمرة يكهر صدق. يعني اخذت اكبر من المقاسب شرطة على قولتهم. بس what can we do؟ nothing. what can we do؟ البس خواتم ولا too much؟ احس too much. oh my god، شوف كيف صاير ابيض لاني حاطة كونسيلر هنا. يا رب يروح، مرة يضحك. حطيت كونسيلر على حبوبي صاير ابيض، بس ما ارون كير صراحة، ارون كير يصير ابيض ولا يصير حبوب. صدق
اوكي I don't care لاني حاطة كونسيلر فاتح مو غامق زي دايم. المفروض اني احط غامق بس انا غبية حطيت فاتح. كم مرة اقول نفسي كذا؟ شوفوا حطيت مويتي هنا. واو حبيت والله المكان. حطيت مويتي هنا حسني بس انا لازم اسوي زي كذا عرفتوا؟ الفوكس الفوكس مرة لا بسريع. اوف الشعر. هاي جايز جينا المطعم. اوف جد ترسل. المهم توي نزلتهم whatever لكن ودي كذا قفل الباب يلا بجي بجي الحين دقيقة ما ادري ايش فيها الكاميرا انا قعدت فوقها ما ادري ايش فيها التصوير ما ادري ايش صاير بس ان جينا المطعم شو الوالد اللي ناظر فين هناك وصلتهم يبون ذا المطعم الهندي خلاص صار ادمان العائلة عرفته شوف يقول هاي شوف بابا انا ما اعتبر فالحين بنزل واحس اني استحي اصور داخل عرفت يعني استحي اذا كان في ناس احس اني كذا اللي خليني اطلع كاميرا في عيون الناس كذا يعني whatever فبس والله اذن المغرب وبدخل افطر و يا ماكو شيء جديد فبعد الفطور ان شاء الله يبدا جدولنا سيئة جايز بعد الفطور. المهم علموني ايش تجهيزاتكم للعيد وايش مخططاتكم وايش ناويين وايش ناويين وش بتسوون وش بتسوون اصبر ايش ما يثبت ان شاء الله ما يطيح ايه وش مخططاتكم للعيد وش بتسوون تروحوا مكان تعيدوا مع الاهل ولا علموني علموني مخططاتكم للعيد غششوني اوف قديم يوه لقيت عندي جلوس قديم هذا كيكو اتوقع انها 22 مخلص اصلا شوف كيف انا ما في وقت ما في وقت ويتشيت شات وقت نروح للصلاة فبرجع لكم بعد الصلاة ان شاء الله وارجع اسألكم عن حياتكم لاني اشتقت لكم واشتقت اسالف معكم اشتقت كل شيء كل شيء كل شيء فيس ان شاء الله الحين محتارة اخذ قهوة قبل ولا بعد هذا صوت الكرسي اسوي اعتقاد فيصير بعد ما بعد الصلاة نشوف هلو تاني راجع من الصلاة احسني active person لاني هالوقت صايرة انام بدل ما اني ايوه جايز احسني active person لان هالوقت صايرة انام بدل ما اني اسوي شيء في يومي اقصد لا الاسبوع بس صدق يعني فالحين بروح نادي عشان لا انام لان literally لو ما رحت مكان ما طلعت ما سويت شي بنام and I'm not ready for it ف yes let's go الصدق ما عندي شي اخذه دايما اخذ ما عندي صدق ولبسي لبس اليوم خلاص is ready يعني لبس اليوم فادني بكل مكان الصدق يعني ما انا خلق اغير الصراحة كويس راح للنادي يعني Don't tell anyone. الإضاءة مرة بلشتني. بس عاد شو نسوي؟ المهم قررت بعد تفكير طويل إني أبي أروح الحين أخذ لي قهوة عشان فيني نوم للحين. ما تخيلت إني بخلص من الترويح وأكون مصحصحة بس للأسف فيني نوم والإضاءة ليش كذا تخليني whatever فبروح أخذ لي قهوة بعدين بروح النادي إن شاء الله. بعدين نشوف وش يصير تعالوا معاي ونشوف وين ربي يودينا بيوركم مارشي اصبر قبل ما يطلع ما بيبي يا بيبي اسمه مسكين يا اخي جنن ذا الشيبة احسه شاب بيكمل 4 سنوات ما اتحمل ما اتحمل بتصير 4 سنوات يوه احسه خاصة انت تحت بنام الحين لا لا بس ماكو وقت ماكو وقت ماكو الفوكس الفوكس يا ابويا ايش بو ما ادري ايش بو الفوكس بس ما في وقت يلا يا مارشي يلا
ما ادري وين الستاند حقي اللي امسك فيه. اوه ماي جاد مش قد سوي امسك فيه هذا. ما ادري وين الستاندات حقتي. اليوم ما غيرت صرت بغرفتي ضاعت اشيائي فبقعد امسكها بيدي الصراحة. والله المستعان. اخ يلا اليوم ادري ايش فيني كسل يعني. حتى وانا خلاص اوريدي بالسيارة بروح احسي خلاص مالي خلق. ما ادري الصراحة انا لايك ات. المهم قررت اني اروح اخذ لي قهوة بعدين اتوكل على الله ان شاء الله واروح النادي. اوه ماي جاد فايس ودي صراحة اغسل شعري واتروش ولا اللي تسمونه انتم في حياتكم لان شعري مرة لا. وعبايتي تخيل طلعت في الغسيل فاخذت لي العباية حلوة بس اني مو حق ما ادري مو حقة الحين you know. بس اتس فاين. اتوقع انتهت القصة. خلاص شريت لي شو اسمه لبس عيد بس يعني احس كذا بدي اروح المول يعني اذا ناقصني شيء او شيء ما حد يعرف يعني اذا ناقصني الفجر بس اخاف انه يجي وقت الفجر خلاص يعني اغمى عليها عرفت جتني خلاص لان الحين اوريدي فيني نوم بس انا اعرف نفسي انه بالفجر يطير النوم فنشوف نشوف ان شاء الله نشوف. رفعت هذه المربل عنكم بس يعني كانها ستيل لسه مكانها غلط ايش نسوي. انا صايره ماي جو تو كافي شوب اللي هو عنوان القهوه لانه لذيذ سعره حلو ما يفلسكم نهايه الشهر حجمه حلو حلو زين مكانه زين اغراضه حلو الديكوريشن ماله حلو الهوت شوكليت ماله حلو عرفتوا. انا بس انا مشروبي اصلا ايس لاتيه اشرب ماتشا بس يعني تمس تيجي معاي مسكات احيانا مو دايم دايم بس تيجي مسكات اني ابي ماتشا بس حلو الماتشا احبها بس هل اني بروق عليها لا ما اقدر اروق عليها. هنا طيب روح يمين حبيبتي وخري لي الطريق. شكرا حبيبتي اصبر انت اصبر اصبر اصبر. خلنا اقول لكم على مره من المرات مرة مرة قبل كم يوم رحت طلعت خواتي. هذه مرة استفزتني انكم ما انكم قاعد تشوفون وجهي. المهم رحت طلعت خواتي نمشيهم زي كذا فقلنا بنروح سنتر بوينت فانا جاية بروح سنتر بوينت دخلت بالغلط مواقف الطلوع عرفتوا بوابة بوابة شلح بوابة واضح الشرح الشرح يحتاج له شرح. دخلت بالغلط يعني كان في خروج بدل الدخول make sense المدخل بدل ما يكون دخول داخل خروج هم مو حاطين علامة فيعني مو بخطئي هم مو حاطين علامة. اي واتفر اصبروا كده شكلي بنزله كده بس خاف ما تشوفون وجهي لا كده شكلي بشيلها اصبروا خل اشيلها عشان تشوفوني زين. ايش في هذه وقفت نص الطريق اقول عشاني معقوله ما ادري. المهم فتخيلوا دخلت من فتحة الخروج بعدين انا الوحيده اللي عكس الامزح كان قدامي واحده عاكسه وكلنا عاكسين والناس يدقون لنا بورين وحنا عاكسين والشارع فوضى فوضى فوضى. اول مره اعكس زي كذا لاني ما ادري ما كانوا حاطين علامه يعني هاو كود اي نو ليتلي هاو كود اي نو اصبر اصبر انت اصبر. فبس والله مو راضين يخلوني ارجع عشان اعدل ولا راضين يخلوني اقدم بس يدقون لي بوري. فاول مره اعصب على ناس صراحه مثل كذا قهروني قهروني عرفت فتحت الشباك فتحت طلعت يدي قلت اصبروا وين اطير ايش اللي قاعده صايره يخوف. وراي سيارة اي والله وراي سيارة. طيب اصبر بغيت اطير سيارة توتر ما ادري الفيديو كم دقيقة صدق بس احس احراجي الحين اصور قدام الناس وانا هنا لا ما ادري افكر بشيء مرة دايم افكر فيه ثاني مرة يما انا يما يخوف واتفر. فدايم كذا انا افكر بهالناحيه وما ادري اذا انتم نفسي. انا مره اوفر ثينكر باي ذا واي ليترلي دايم احس ان يما هذا صدم بوري لمين؟ لي انا؟ انا قاعد افهم من الله في اللاين واتفر. دايم احس ان او ماي جاد صدم في بعض ولو ما ادري الصراحة بس يعني مالي دخل الحمد لله. اي دايما احس اني انا ما اتكلم مع ناس لا يمكن شو واحد وين عرفت كذا كذا
شو ما احب المقارنة ابدا، لا تنجون شيء اسمه مقارنة ابدا، هذا ما مقارنة ادري، بس حسيت اكلي سبيشال ايفر، ما اكل مع مجموعه بنات ولا ما اروح كافي ولا اكل جماعه ولا كذا، احلى مني تحسني احسني ما ادري كيف اشرح لكم احسني، هذا شعور اللي اقصده لي ليتلي ما ادري ما ادري ما ادري صراحه كيف اقول يا مره كل اور ثينكر اور ثينكينج مره قاعد يحصل اكوردنس احسني اكورد جايز اختفوا اهلا ابغى واحد ايس لاتيه حجم صغير طلع على طب حاسب شكرا الله يعافيك جايز مو طبيعي عندي انكزايتي لا نهائية شوفي لا نهائية اوه ماي جاد وانا تخبر الصيف اوه ماي جاد الناس مو طبيعيين الكثير من اوه ماي جاد احس اني بيك مي جيرل امزح تمرون ولا انا مر اصبر طيب اصبر انا امر اول اوه ماي جاد بيرسون 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 I can't with those people I can't الكثير من البشر 2 hours later تخيلوا جايز تخيلوا ما لقيت مواقف فاضطريت اني اطلع انا النادي حقي في مجمع اوكي فاضطريت اني اطلع من المجمع بعدين كانوا السيارات معصبين علي لاني واقفه كذا ادور مواقف بعدين كلهم يدقون بوري اصبر خلني ادور مواقف فبس والله فحسيت كذا مره لا مره كذا ما علينا فرجعت اخذت تخيل درت سلاخ اخذت يوتين ورجعت نفس المجمع بس وقفت برا عرفته لان ما في مواقف داخل مجمع وطيرت ما ادري ايش اسمه غطى الكاميرا حقتي حرفيا ما ادري وين راح وانطار طار حرفيا مع التوتر كنت شاركتها هنا للاسف وانا اسوق ما ادري انطار ما علينا الحمد لله على السلامة رحلة جميلة جدا كل الناس معصبين ما ادري ليه وبس والله الحين بنزل ان شاء الله اخذكم معاي ويس نشوف من ربي يودينا يعني اف ايش في ذا مسرع هدوء 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 يا رب سامحني على اليوم دخلت على ناس مره كثير ما ادري ايش فيني باي باي جايز ايش كل حال بس ليتس جو جايز حطيتها رابعة خلصت الحين برجع البيت حرفيا اخاف اني اصور احد مره جايز احس باحساس حلو اتوقع مسكرتي ساحت يعني وقت امر هلو جايز سحبت عليكم من غلط امزح وش ليش سحبت عليكم من غلط جايز المهم تخيلوا رجعت البيت اول ما رجعت البيت فجأة الوالدة تقول لي انه اسمعيني بنروح ابو 5 ريال ابو 5 ريال ابو 5 واتفر تسمونه فوديتهم بعدين رجعنا عشان يروحون صلاة التهجد كان ودي اروح الصدق بس ما في وقت على السحور فقعد اسوي كبسة لحم احلى كبسة لحم تذوقونها في حياتكم لا حرفيا امس سويتها لهم في السحور وقالوا يبونها اليوم مرة ثانية ليش لا كان ودي ازيد شعري صدق واتروش بس انا ماكو وقت فشكلي بعد ما اكشن وكذي ازيد شعري عشان يعني اوريدي اصلا صرحت بكشنة بس والله تمنيت اني صورت لكم زيادة بس يعني خلاص كفاية عرفتوا ما ادري تسمعوني ولا تسمعون صوت الكشنة عشان تسمعوني فيس الحين بسوي السحور بسرعة لان حرفيا اتوقع ما في وقت بطبخ لحم فاللحم ياخذ وقت الحين الساعة الساعة 1:46 فيا انترستينج بس والله جد مرسلت لي بويسات يبغالي اسمعها يصير اسوي السحور يبغالي اصور لكم والله كبسة اللحم حقتي انا ما كنت احسب اني اعرف اسوي الصدق كبسة لحم يعني دايما كبسة دجاج بس امس سويت واحدة والله والله حلوة والله حلوة مو عشان انا مسويتها بس لا والله حلوة درجة انا اشتهيتها اسوي صفرة من القهوة فاسكب بس والله ماكو شيء جديد ما سويت شيء يا ما ادري انهي الفلوق هنا ولا اخذكم معي زيادة ولا ما ادري ما ادري فخلونا نخلص الحين عشان لا يحترق الاكل وارجع لكم وقت ما ارجع لكم ان شاء الله
شاء الله. شايفين الإبداع؟ طبعا بلاستيك عشان ما نخلق أصبعي. المهم ما عليكم من الكلام صايد هذا. عمل إيديا طبعا أمس سويته ألد إن شاء الله. هذا بعد ليلة اليوم رز ثاني، اليوم رز أبو بنت، أمس كان رز طبيعي. بس الله كنت أوريكم المهم ميك اب الحين مستقر، اقصد من ميك اب اقصد الكونسيلر اللي حطيته الصبح. ايوه الحين مستقر. المهم وقت السحور يلا سيارة.